بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث في حلقة اليوم عن موضوع مهم جدا، عن كيفية حماية النباتات المزروعة في الأسس على الأسطح من الحرارة الشديدة التي نعاني منها في هذه الأيام. فمع ارتفاع درجات الحرارة تواجه حدائق الأسطح تحديات كبيرة، لكن لا تقلقوا، فهناك مجموعة من النصائح والحلول العملية التي ستساعدكم في الحفاظ على نباتاتكم خضراء ونضرة حتى في أشد أيام الصيف حرارة. مثلا شباك التضليل. ربما تكون شباك التضليل هي الحل الأمثل والأسرع الذي يقي النباتات سطوة الحرارة في هذا الصيف اللاهب. هذه الشباك خفيفة الوزن وفعالة في تقليل أشعة الشمس المباشرة. يمكنكم تثبيت هذه الشباك فوق النباتات بسهولة. شباك التضليل لها درجات، فمنها ما يدخل 50% من ضوء الشمس أو 30% أو أكثر أو أقل. اختاروا شباكا تسمح بمرور أشعة الشمس بشكل يتناسب مع المنطقة التي تتواجد فيها حديقتك. تشكل النباتات المتسلقة حماية ممتازة من أشعة الشمس الحارقة التي تعاني منها النباتات الأكثر تأثرا بحرارة الشمس. إن استعمال العرائش النباتية يتطلب اختيار نباتات لا يكون تعريشها كثيفا جدا، بحيث لا تمرر ضوء الشمس الكافي لحاجات النبات. وربما تكون دوال العنب حلا ممتازا، ولكنه يتطلب وقتا طويلا لوصول دوال العنب إلى الحجم الكافي لخلق مساحة مظللة، ولكنها في المقابل مناسبة لهذا الأمر لسببين. الأول أنها تغربل أشعة الشمس بشكل مناسب للنبات، كما أنها ليست دائمة الخضرة، فهي لن تحجب الشمس على النباتات في فصل الشتاء، ولهذا فهي لا تحتاج تركيب صيفا وفك بعد انتهاء حرارة الصيف. وأخيرا سوف تقدم الدوالي فاكهة العنب اللذيذة كهدية إضافية. المظلات القماشية. هناك مظلات تحجب الشمس العمودية تماما، ولكنها تسمح للشمس غير العمودية بالوصول إلى النباتات، ولكن تثبيتها أصعب لأنها تقاوم الهواء، كما أنها مكلفة خاصة إذا كانت المساحة المطلوب تضليلها كبيرة. وأخيرا هناك مظلات من السعف أو من القصب. يعتبر القصب أو السعف النخل طريقة مناسبة لتثبيتها فوق العرائش المعدة مسبقا، ويمكن التحكم بها بالشكل المطلوب، وهي رخيصة الثمن، ولكن تركيبها يحتاج إلى جهد ومهارة خاصة إذا اهتممنا بالناحية الجمالية، كما أنه يجب إزالتها عند انتهاء الصيف. ولا بد أن هناك طرق أخرى عديدة لصنع مظلات لوقاية النباتات من الشمس المباشرة، ولكننا نكتفي بهذا القدر. والآن لننتقل إلى الجزء الثاني الضروري للحفاظ على النباتات في الصيف، وهو الري الصحيح. توقيت الري. الوقت الأمثل للري هو الصباح الباكر قبل اشتداد حرارة الشمس أو عند الغروب. تجنبوا الري وقت الظهيرة لمنع تبخر المياه السريع وحرق النباتات. يجب زيادة كمية المياه خلال فترات الحر الشديد. تحققوا من رطوبة التربة يوميا، سواء بشكل يدوي أو باستعمال جهاز قياس التربة. تقنيات الري. إن نظام الري بالتنقيط يعتبر مثاليا، لأنه يمد النباتات بالماء على مهل ولا يسمح بجفافه، إضافة لتوفير المياه وضمان توزيعها بشكل متساوي. يمكنكم صنع نظام ري ذاتي باستخدام زجاجات بلاستيكية. يوجد على قناتي أكثر من حلقة عن الري بالتنقيط، يمكن الاطلاع عليها، سأترك رابطها في الوصف. نصائح إضافية للحماية من الحرارة. الملش أو تغطية سطح التربة لمنع التبخر. ضعوا طبقة من نشارة الخشب على سطح التربة حول النباتات، وهذا الأمر يساعد على الاحتفاظ برطوبة التربة ويقلل من درجة حرارتها. اختيار الأسس. استخدموا أسس فاتحة اللون لعكس الحرارة. الأسس الكبيرة تحتفظ بالرطوبة لفترة أطول، لذلك احرص على استعمال أسس كبيرة وليس أسس صغيرة. قوموا برش النباتات برذاذ الماء في الأيام شديدة الحرارة، ولكن لا تفعلوا ذلك في المناطق ذات الرطوبة العالية والحرارة المرتفعة. تغذية النباتات. استخدموا الأسمدة العضوية لتقوية النباتات ومساعدتها على تحمل الإجهاد. تجنبوا الإفراط في التسميد خلال فترات الحر الشديد. إن شاي الكمبوست المخفف يعتبر أفضل حل للتسميد. خفف شاي الكمبوست
واروي به النباتات كلما احتاجت إلى ري. في الختام تذكروا أن الاهتمام المنتظم والمراقبة الدقيقة هي مفتاح نجاح حديقة الأسطح في الطقس الحار. بتطبيق هذه النصائح ستتمكنون من الاستمتاع بحديقة خضراء ومزدهرة حتى في أشد أيام الصيف حرارة. شكرا لمشاهدتكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. شاركونا تجاربكم وأسئلتكم في التعليقات. إلى اللقاء في الفيديو القادم.